اهلا بكم في حلقه جديده من الاجنده. يوم الاحد الماضي 12 اغسطس 2018 كشف المبعوث الاممي مارتن جريفيث لاول مره منذ توليه منصبه كشف عن رؤيته ورؤيه الامم المتحده كما قال لحل الازمه اليمنيه والتي من المتوقع ان تكون على مطروحه على طاوله المفاوضات او طاوله المشاورات بالاصح في جنيف. في الفترة المقبلة يعني في سبتمبر القادم. المشاورات التي من المتوقع ان تليها مفاوضات تنتهي او تفضي الى اتفاق بين الشرعية والانقلاب. وخلاصة هذه الرؤية كما رواها المبعوث الدولي لصحيفة الشرق الاوسط خلاصتها هي اولا ان تتفق الحكومة الشرعية والحوثيين على حكومة وحدة وطنية تضم جميع الاطراف وفقا للقرار الاممي 2216 كما قال هذا في اولا ثانيا وضع ترتيبات امنيه لانسحاب جميع المجموعات المسلحه من اليمن ونزع سلاحها بطريقه تضمن امتثالها للوعود التي قطعتها حسب كلامه هذه الرؤيه التي يحاول المبعوث الاممي تسويقها في اليمن وتحويلها الى صيغه حل هي رؤيه كارثية من وجهة نظر الكثير من اليمنيين لأنها تعالج المرض الخطير المزمن تعالج بالتنويم المغناطيسي على طريقة راسبوتين الروسي راسبوتين اللي كان يعالج ابن القيصر عن طريق التنويم المغناطيسي ينام المريض ويظل المرض باقي وعندما يصحو يجد أن المرض قد استفحل أكثر وأكثر لان هذه الرؤيه لا تتوخى الاستقرار الحقيقي في اليمن ليس هدفها احلال الاستقرار الحقيقي في اليمن بل تتوخى انقاذ بعض اطراف الصراع هذا صحه تعبير كما تتوخى اخراج الامم المتحده ومجلس الامن من الحرج الامم المتحده الان في حاله حرج بعد القرارات اللي اصدرتها وما قدرتش تنفذها يعني ضد الانقلاب بعد اربع سنوات من الحرب في اليمن وبعد العجز عن معاقبه الطرف المعتدي في هذه الحرب اراد المبعوث الدولي وربما الامم المتحده ان يعني يخرجوا انفسهم من هذا الحرج بهذه المبادره او بهذه الرؤيه. هذه المساله وما حولها ستكون هي موضوع حلقه هذا المساء كونوا معنا. ربما يقول بعض الناس اليوم في نفسه: احنا جيل غير محظوظ. عشنا في لحظه زمنيه غير مناسبه. كلها حروب وقتل وتعذيب وظلم ودجل وخيانه وضعف وفقر. ليتنا عشنا قبل هذه اللحظه او بعدها. وربما يقول زمان كان كل شيء جميل. الناس قليل والمشاكل قليله والخوف قليل. والقلوب خضراء وهكذا. لكن الحقيقه ان كل جيل ياتي يقول نفس الكلام. كل جيل جديد ياتي يقول ان الزمن الذي مضى اجمل من الزمن الحاضر. وطبعا قد يكون هناك نسبه من الحقيقه في هذا الكلام لكنها نسبه محدوده جدا. يعني مثلا جيلي انا الذي نشا في منتصف السبعينات وعقد الثمانينيات من القرن الماضي في شمال اليمن، هذا الجيل محظوظ فعلا الى حد كبير لانه فتره الثمانينيات ومنتصف السبعينيات هي الفتره الذهبيه من تاريخ اليمن الحديث، الفتره التي شهدت بدايه قطف ثمار الثوره والجمهوريه ثوره 62 وشهدت تفتح امال اليمنيين واحلامهم وظهرت الأجيال الأولى من خريجي الجامعات اليمنيه ونشطت فيها الحركه الفنيه والإبداعيه ولمعت حينها أسماء كثيره في عالم الفن وفي عالم السياسه والتنميه وكان عدد اليمنيين حينها لم يكن يتجاوز العشره ملايين نسمه تقريباً وأهم من هذا كله أن القوه الشرائيه للريال اليمني كانت في اعلى مستوياتها في احسن مستوياتها الدولار ربما كان بثلاثه ريالات ايامها اذا لم تخن الذاكره الجيل الذي نشا في هذه الفتره الذهبيه وتشبع بجمالياتها وتشكلت لديه حساسيه جماليه ورؤيه رومانسيه للعالم هذا الجيل هو الذي يعاني اليوم اكثر من غيره لماذا لان الاجيال التي ظهرت قبله عرفت الجوع والمرض وعرفت المشاكل واعتادت عليها اعتبرتها جزء من يعني اعتبرتها هي الوضع الطبيعي المرض والتعب والارهاق والجوع والفقر كان هو الوضع الطبيعي هو الوضع الـ 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 الاصلي وما عداه استثناء هذا الاجيال اللي قبلنا الاجيال التي نشات بعد هذه الفتره من التسعينيات وما فوق لليوم كذلك لم تعرف غير المشاكل السياسيه وعدم الاستقرار وانحدار التنميه وانحدار الذوق الذوق الفني وفي كل شيء وازدياد البطاله وانهيار القوه الشرائيه للريال اليمني الى اخر ذلك فجيل الثمانينيات في اليمن هو الجيل المحظوظ هو جيل محظوظ وغير محظوظ في نفس الوقت محظوظ لانه نشا وتشكل في الفتره الذهبيه من تاريخ اليمن الحديث فتره دوله الرفاه اليمنيه وفتره الاستقرار وغير محظوظ لانه الان يعاني اكثر من غيره بسبب ما يجري اليوم وما جرى من قبل لكن الذي يقرا التاريخ يدرك ان فترات الاستقرار والرفاه في حياه الشعوب فترات محدوده وخاصه في حياه شعبنا اليمني تاريخنا ال... نحن اليمنيين وكأن القلق والاضطراب هو القاعدة والاستقرار والراحة هي الاستثناء ذكرت أنا في حلقة ماضية أن عدد الحروب الأهلية الكبيرة في اليمن خلال الخمسين عام الماضية يعني تأتي بمعدل لو وزعناها يعني على سنواتنا لو وزعنا, لو وزعنا عدد الحروب اللي حصلت الكبيرة في اليمن على عدد العقود التي مضت حيطلع معنا حرب واحدة لكل سبع سنوات هذا المعدل يعني ابتداء من الحرب بين الملكية والجمهورية في ستينيات القرن الماضي مرورا بحرب المناطق الوسطى بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي في السبعينيات وحرب ستة وثمانين بين الفصائل السياسية في جنوب اليمن ثم حرب أربعة وتسعين بين ما سمي حينها بالشرعية والانفصال ثم حروب الدولة مع الحوثيين في الألفينية الجديدة وهذه الحروب اللي احنا فيها اليوم الحروب الأخيرة بين الشرعية والانقلاب هذه يعني آخر آخر ما في سلة الحروب الأهلية في اليمن يعني الاستقرار في اليمن هو الفريضة الغائبة من مئات السنين من مئات السنين ونحن نعاني من غياب الاستقرار في اليمن وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان اليمنيين او على الاقل جزء منهم الجزء المتحكم المسيطر يعشق المشاكل. لان المشاكل لا تتكرر الا اذا كان لها عشاق. الشعوب التي تحب المشاكل تكره صوت الحرب او تكره صوت الحرب وصوت الفتنه تعالج اسبابها. الحروب الشعوب اللي ما تحب الحرب وما تحب الفتن تعمل على معالجة أسباب الحروب والفتن أولاً بأول واللي تتركها هذا معناه في في علاقة عاطفية بينها وبين المشاكل وهنا تتجلى حكمة أي أمة الأمة التي لا تكرر أخطائها الجسيمة هي أمة حكيمة ويظهر أننا أمة غير حكيمة على هذا الأساس لأننا نستجيب للقتلة ونستجيب لمشاريع الخراب والاستبداد أكثر مما نستجيب لمشاريع الإصلاح والتغيير الطبيعي إحنا للأسف أو جزء منا يكف إلى جوار الظالم الذي يفتن الناس بسياساته وأفكاره و ونحن نسمع الكتاب المقدس كتابنا كتابنا القرآن يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مع ذلك ندعمهم ونخاصم لصالح الخونة ولصالح القتلة الذين خانوا أمتهم وخانوا أمانتهم التي أقسموا عليها اليمين الدستورية مع ذلك ندافع عنهم ونخاصم من أجلهم مع أننا نسمع في كتابنا المقدس آية تقول ولا تكن للخائنين خصيمة يعني لا تدافع عن الخونة وتقوم لهم خصيم مدافع عنهم فأين الإيمان إذن وأين الحكمة هذا نوع من العتاب ولوم النفس والنفس اللوامه هي النفس التي يحبها الله ويقسم بها اذا اليمن لن تشهد استقرار طويل وتنميه وخير حتى تصبح فكره الاستقرار مطلب الامه اليمنيه إذا وصل اليمنيون إلى قناعة كاملة بأن الاستقرار مطلب استراتيجي ضروري سيصلون فورا إلى فكرة العدالة لأنهم سيكتشفون بسهولة أن العدالة هي سر الاستقرار لا استقرار بلا عدالة أبدا دولة الصميل ليست دولة عدالة واستقرار دولة الاستبداد ليست دولة عدالة ودولة المشعوذين ليست دولة عداله واستقرار واقصد بالعداله هنا عداله توزيع السلطه وعداله توزيع الثروه وعداله توزيع الكرامه حتى هذه امور بديهيه واضحه اكدت عليها الاديان واكدت عليها الفلسفات واكد عليها العلم الذي يريد ان يسير عكس توجيهات الدين والعلم والفلسفه يتحمل ما يجري ما يجري له أنا دائما ما أكرر هذه المفاهيم في هذا البرنامج لأني أتمنى أن تصل هذه المفاهيم إلى أوسع شريحة ممكنة من اليمنيين، هذه المفاهيم ضرورية توصل لليمنيين كلهم، إذا أردت تنمية لابد من الاستقرار، إذا أردت الاستقرار لابد من العدالة. أتمنى أن نوحد فهمنا لمشكلتنا الوطنية، لأن هناك من يريد أن يشتت انتباهنا عن الأسباب الحقيقية لما نحن فيه. هناك من يريد ان يزور وعينا ويضلل عقولنا ويشغلنا باسباب وهميه او اسباب ثانويه لمشكلتنا مشكلتنا هي مشكله نظام سياسي مستبد فاسد لا يوفر العداله ولا يوفر التنميه هذا النظام السياسي المستبد مدعوم من قبل شريحه واسعه من اليمنيين لا تؤمن بقيم العداله والاستقرار والحل موجود هنا في الواقع، الحل لمشكلاتنا اليمنية موجود في واقعنا وليس وليس في التاريخ، الحل بأيدينا وليس بيد علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، الحل عندنا. الحل هو أن نكفر بكل الدعوات والرايات التي تتعارض مع مفهوم المواطنة المتساوية. نكفر بالعنصرية، نكفر بالمناطقية، بالفئوية، نكفر بالمذهبيه والطائفيه ونرفع رايه الوطن وحدا لا شريك له والذي يقول ان الحل موجود في في التاريخ اللي بيقول لنا انه لا الحل موجود هناك في التاريخ انه لازم نصطف مع علي ضد معاويه اللي بيقول هذا الكلام هو اللي بيقول لنا ان الحل موجود في البطنين عند احمد وشركاه عفوا اللي بيقول انه هذا هذول بيقولوا ان الحل في النهدين اللي بيقولوا هذا الكلام واللي بيقولوا هذا الكلام يريدون تزوير وعينا وتضليل عقولنا حتى نظل مثل جمال المعصرة الندور في حلقة مفرغة من الصراع لكي يحصل هو على زيت الوطن وخيراته هو وعصابته الذي يصر على إنهاء الحرب اليوم دون خارطة سلام حقيقي في اليمن هو شريك في عملية التضليل هذه وهذا تقريبا ما يفعله الوسيط الدولي وشركاء الوسيط الدولي اليوم بمبادرته الأخيرة وكل من يوافق على هذه المبادرة المبادرة التي يراد منها تعويم الشرعية هؤلاء يريدون تعويم الشرعية على طريقة تعويم العملة بحيث يصبح الحوثي جزء من الشرعية قبل أن يسلم السلاح وقبل أن ينسحب من المدن من المدن التي سيطر عليها وهذا لو حصل معناه سقوط الشرعيه وبقاء الحوثي لان الحوثي متمكن على الارض اكثر من الشرعيه ببركه التحالف واذا اصبح جزء من الشرعيه اذا اصبح الحوثي والانقلاب جزء من الشرعيه سيطيح بالشرعيه الحقيقيه من داخلها وينهي الامر الذين يقدمون هذه المبادرات لا يبحثون عن سلام حقيقي في اليمن وما تعرفش لماذا تصر امريكا وبريطانيا على تقديم مثل هذه المبادرات التي تؤجل النزاع ولا تحله. لانه مبادره غريفت الاخيره لا تختلف جوهريا عن مبادره ولد الشيخ التي قدمها في نوفمبر 2016 وهي بالاصح مبادره كيري. مبادره غريفت ومبادره كيري تعطيان الاولويه للجانب السياسي لا للجانب الامني في حل النزاع في اليمن وهنا تكمن الخطورة لأن الحل السياسي يبقي السلاح بيد الحوثيين ويسمح لهم بدخول المفاوضات وهم أصحاب الكلمة العليا وسيجعلهم الطرف الأقوى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يتحدثون عنها لما يدخلوا في شراكة في وحدة وطنية وعندهم في, في, في حكومة وحدة وطنية وعندهم سلاح وعندهم وهم مسيطرين على الأرض هذول هم اللي بيفرضوا كلمتهم وبامكانهم في اي لحظه ان يمارسوا هوايتهم المفضله في الانقلاب على الاتفاق الجديد بعد ان يكونوا قد اسقطوا الشرعيه وتخلصوا من عبء قرارات مجلس الامن هذه هذه مكافاه لهم المبادره من هذا النوع مكافاه للانقلاب واي ضمانات يتحدث عنها كيري غير غير الانسحاب من المدن وغير تسليم السلاح للشرعيه هو مجرد خداع يراد منه مكافأة الانقلاب على جريمته ومعاقبة الشرعيه ومعاقبة الامه اليمنيه على تطلعاتها المشروعه في التغيير وفي الحياه الكريمه. لم نعد نتساءل اليوم لماذا لم يطبق مجلس الامن او مجلس الامن لم يطبق الفصل السابع على المتمردين الانقلابيين في اليمن، ما عدناش نتساءل. لاننا نعرف ان مجلس الامن برمته صمم لحمايه مصالح الدول التي تتحكم فيه. لا لحمايه مصالح الشعوب المستضعفه. ولاننا نعرف ايضا ان الدول النافذه في مجلس الامن لا تطبق هذه القرارات الا على من يضرها لا من ينفعها. كنا ندرك من البداية أن مجلس الأمن لن يضيع الفرصة هذه ولن يضع الانقلاب تحت الفصل السابع لأنه بعض دول مجلس الأمن هي التي ساعدت على حصول الانقلاب ونعرف أن العين الحمراء العين الحمراء في مجلس الأمن كانت ستظهر لو أن الانقلاب جاء عبر قوى أخرى غير غير القوى الإمامية والقوى المستبدة يعني لو ان الاصلاح والانقلب والاخوان كنا شفنا البند السابع بيطبق اكيد سيوف مجلس الامن جاهزه فقط لضرب رقاب الذين لا تحبهم امريكا ولا تريد بقائهم. والا فقط فعل الحوثي كل موجبات العقاب الاممي سوا كل شيء هدد الملاحه الدوليه ضرب السفن في البحر الاحمر ومضيق باب المندب خالف قرارات مجلس الامن وضرب عواصم عربيه بالصواريخ البالستيه انتهك حقوق الانسان في اليمن سوى جرائم حرب كل موجبات معاقبه الحوثي بالبند السابع بالفصل السابع من قرارات مجلس الامن كلها حاضره في حاله الحوثي لكن المساله بالنسبه لمجلس الامن انتقائيه. من الواضح ان الدول النافذه في مجلس الامن كانت تريد للامور في اليمن ان تمضي الى مرحله يعني المرحله التي تتشكل فيها قوى جديده تاخذ من حصه الاسلاميين وحصه ثوار فبراير وتقسم الكعكه على اربع اطراف او اكثر بدلا من طرفين ولهذا تركت الحوثي يتمكن وتركت الشرعيه تتحلل. بفعل سياسات التحالف الضال، لكي تاتي في نهايه الامر لتقول للجميع لا مفر امامكم سوى القبول بالامر الواقع، سلموا. والامر الامر الواقع الذي تريده هذه الدول هو بقاء الوضع في المستقبل على شكل قنبله يمكنها ان تنفجر في اي لحظه قادمه بس يظل الصاعق صاعق القنبله في يد الجماعه التي يفضلونها هم. كما كان الحال في عهد وكيله وكيلهم السابق علي عبد الله صالح هذه الدول لا تجهل يعني طريق الحل النهائي لمشكلات اليمن هي تعرف أكثر منا حتى أن دولة العدالة والديمقراطية هي الضامن الوحيد للاستقرار الحقيقي في اليمن الاستقرار الدائم تعرف ذلك لكنها لا تريد طبعا هم يتعذرون بانهم مجرد وسطاء وان الحل بايدي اليمنيين وحدهم. وهذا العذر احنا بنصدقه في احنا مصدقينهم. لكننا نضيف الى هذا الكلام انهم وسطاء غير نزيهين. يطبقون قرارات مجلس الامن بانتقائيه تخدم اجندتهم. لما يشوفوا انه تطبيق هذه القرارات عيخدمهم يطبقوها. ما عيخدمهمش ما يطبقوهاش. انا بكلم عامه الناس يعني اما المثقفين هم فاهمين اربعه اشهر اربعه اشهر وليس اربع سنوات كانت كافيه لحل المشكله في اليمن لو كانوا صادقين صحيح ان الامم المتحده منحتنا الكثير من القرارات ضد الانقلاب مشكوره يعني ما ننساش هذا الجميل لكنها قرارات من غير رصيد مثل الشيك اللي بلا رصيد في البنك قررت تلبي رغبه طويل العمر السعودي وقصير العمر الاماراتي تلبي رغبتهم للتدخل في اليمن لتحقيق رغبات شاذه تبقي اليمن في المستقبل ضعيفا هشا قابلا للتحكم والاستغلال. هذه الصوره الواضحه قد تجد من يشوش عليها بتفسيرات وتخريجات مختلفه و ظاهرها الذكاء في التحليل وباطنها تمرير الخدعه هي ميزه ميزه الحقيقه انها بسيطه واضحه وان احتاجت احيانا الى جهد لازاله ركام الاوهام التي حولها ومن حسن الحظ انه يعني ما زال لدينا في الحكومه الشرعيه من يعلن هذه الحقيقه بوضوح كما فعل رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر في كلمته الأخيرة بمقر مجلس التعاون الخليجي قبل أيام حين قال إن الحل في اليمن يبدأ بالتزام الحوثي بالمرجعيات الثلاث للحل وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 22 طبعا هو أخطأ في نطقه وقال 22 سبتمبر تعالوا نستمع إلى مقطع حضرة السيد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وهو يعلن ما, ما نقوله نحن او بالاصح يعلن رؤيتنا ورؤيه اليمنيين طلاب التغيير. ومرة اخرى هناك فرصه حقيقيه لتحقيق السلام في بلادنا وان مساعدات مساعدات المجتمع الدولي في الضغط على الحوثيين امر في غايه الاهميه والمرجعيات الثلاث توفر ارضيه لمصالحه وطنيه شامله تجب ما قبلها. لا يكون فيها ظالما او مظلوما ولا غالبا او مغلوبا المخريات توفر اليمن فرصه للتصالح للتصالح مع نفسه وتحقق لكل فئات الاجتماعيه الاستقرار والعيش بسلام وتمنحه فرصا اوسع للتصالح مع محيطه واليمنيون هنا معنيون بهذه المصالحه والتصالح على قاعده المرجعيات الثلاث واني اجدها مناسبه لاذكر بعض من اصدقائنا في المجتمع الدولي ان قرار مجلس الامن رقم 22 هو في جوهره رفضا صريحا للانقلاب الحوثي في اليمن. وما ترتب عليه هو ان القبول اليوم بالواقع في اليمن كما يحاول البعض تسويقه هو في جوهره قبولا بالانقلاب. هذا الامر يخالف ما عرف عن هؤلاء الاصدقاء وعن بعض اطراف المجتمع الدولي رفضهم للانقلاب على اساسه ورفضهم للانقلابات من أساسها وسيلة للاستيلاء على السلطة أصدقائنا هؤلاء يرفضون الانقلاب في أفريقيا انقلابات في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي أس وفي آسيا بعدما انقضت مرحلة الحرب الباردة ونحن نقول لهم إن المنطقة العربية ليست استثناء حتى نقبل بالأمر الواقع وبالتالي بنتائج الانقلاب الحوثي في اليمن هذا هو الموقف الذي ينبغي أن تمضي فيه الحكومة الشرعية إلى نهاية الطريق مهما كانت الضغوط اذا ارادت ان تحافظ على شرعيتها وسمعتها لان هذا الموقف هو الذي يحمي مستقبل البلد مستقبل الاجيال اعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا أهلا بكم من جديد من الأسئلة التي تدور في أذهان الناس وتطرح أسمعها أنا شخصيا أحيانا يسألني بعض الأصدقاء في بعض الأحيان سؤال يقول متى وكيف سينتهي النزاع في اليمن هذا السؤال يذكرني بكتاب عنوانه جميع ما تعرفه أو جميع ما يعرفه الرجال عن النساء هكذا عنوان الكتاب جميع ما يعرفه الرجال عن النساء للكاتبة الأمريكية سيندي كاشمان إذا دخلت على النت وطلبت الكتاب حينزل لك كتاب مكون من 128 صفحة أو 200 صفحة كلها فاضية ولا فيها كلمة أرادت الكاتبة أن تقول إنما يعرفه الرجال عن النساء لا شيء عبارة عن صفحات بيضاء فارغة فقط كذلك يعني معرفتنا عن المستقبل القريب للنزاع في اليمن تشبه معرفة الرجال عن النساء في كتاب كاشمان لماذا؟ لأن قضيتنا ليست مستقلة بذاتها. ليست قضية اليمنيين وحدهم، بل هي قضية هي قضيتنا وقضية الاقليم وقضية المجتمع الدولي، وأطراف متشاكسة كثير، وكل طرف له فيها سهم ومأرب. وقد لا يصدق بعض المشاهدين إذا قلنا له أن قضيتنا في اليمن في بعض جوانبها أصبحت مرتبطة بالصراع بين الدول الكبرى على من يسيطر على القرن الواحد والعشرين في صراع الآن على من يسيطر على القرن الواحد والعشرين إحنا داخلين في الصراع هذا أمريكا تحديدا تخوض سباق مع الزمن لكي تسيطر على القرن الواحد والعشرين قبل أن يفلت منها لصالح الصين هذا السباق ينعكس على معظم الصراعات الصغيرة في العالم وخصوصا صراعات الشرق الأوسط قضيتنا اليمنية عبارة عن ترس صغير في مكينة الصراع الدولي وسبق أن تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع تكلمنا عن طبيعة المخاوف الأمريكية في القرن الواحد والعشرين وعن تحذيرات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق برجنسكي للإدارة الأمريكية قال لها إذا ما تحركتوش سريعا الآن فستجد أمريكا نفسها إمبراطورية آيلة للسقوط في القرن الواحد والعشرين مثل ما حدث للإمبراطورية البريطانية في القرن العشرين وهو ما تنبأ به أكثر من كاتب يعني وأكثر من مفكر أمريكي وغربي الحروب بالنسبة لأمريكا هي أهم مورد لإقتصادها ولهذا لا بد أن تستمر هذه الحروب أطول, مكت أطول مكت وقت ممكن وخاصة في منطقة الشرق الأوسط لأسباب كثيرة بعضها يتعلق باسرائيل، بعضها يتعلق ب وفرة المال في بلد في بلاد البترول. كانت الولايات المتحدة الامريكية تستحوذ على ربع اقتصاد العالم الى عشية الحرب العالمية الثانية. من بعد الحرب العالمية الثانية اصبحت تستحوذ على نصف اقتصاديات العالم. لأن الحرب دمرت اقتصاديات الاقتصاديات الكبرى المنافسة دمرتها. استحوذت عليها امريكا. ولما عادت بعض هذه الاقتصاديات للنمو والتعافي تراجع الاقتصاد الامريكي مره اخرى الى مستواه السابق يعني مسيطر على ربع تقريبا ربع الاقتصاد في العالم، ربع المساحه هذه. هذا قبل ظهور التنين الصيني والنمور الاسيويه وتركيا الجديده. صعود هذه الاقتصاديات الاخيره سياتي في كثير من الاحيان على حساب حصه امريكا من السوق الدوليه. وهذا حيخلق مشكلات اخرى عميقه للولايات المتحده، ربما تؤدي هذه المشكلات في نهايه المطاف الى سقوط الامبراطوريه الامريكيه نفسها. انا اتحدث عن الامبراطوريه لا عن الدوله يعني مش عن امريكا. الامبراطوريه الشيء والدوله الشيء. ولهذا تحرص امريكا على استمرار الحروب في محيط الدول المنافسه. الحروب اللي تكون جنب الصين جنب روسيا، جنب تركيا والدول اللي بتسوي لها ازعاج هي تتمنى ان تظل هذه المناطق مشتعله بالحروب. ولسوء الحظ فان الجزيره العربيه تحديدا هي هي المحيط المنافس او هي محيط الدول المنافسه. هي قريبه من الصين، قريبه من روسيا، قريبه من تركيا، يعني قدرنا انه جينا في المكان الخطا. يعني اذا لم نحل مشكلتنا نحن اليمنيين بايدينا هذه هي الخلاصه، فسنظل معلقين بحبال المشاكل الدوليه والاقليميه حتى تنفك عقدها. والمشاكل الدوليه اليوم متشابكه ومعقده جدا لان العالم يمر بلحظه استثنائيه. احنا اليوم العالم كله بيمر بلحظه استثنائيه خاصه. هي لحظه تشكيل او تشكل النظام الدولي الجديد. احنا الان في نظام دولي جديد بيولد اليوم قدامنا. أنا أسميها النسخة الرابعة من النظام الدولي إذا ما اعتبرنا أن النسخة الأولى قد انتهت بقيام الحرب العالمية الأولى كان قبل الحرب العالمية الأولى في نظام دولي انتهى مع الحرب النسخة الثانية انتهت مع نهاية الحرب العالمية الثانية النسخة الثالثة من النظام الدولي انتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي الحرب الباردة والاستقطاب بين المعسكرين الشرقي والغربي نحن اليوم أمام النسخة الرابعة من النظام الدولي الجديد الذي سيمتاز بتعدد الأقطاب أو تعدد الكتل السياسية والاقتصادية الإدارة الأمريكية تريد اليوم أن تستغل قوتها الموجودة الآن في تشكيل هذا النظام قبل فوات الأوان تشكيل لصالح ولكي تنجح في ذلك لابد ان يكون العالم في حاله سيوله، علشان تقدر تشكله لابد يكون في حاله سيوله مثل العجينه. او بلغه ادق لابد ما يكون في حاله فوضى. والمعركه الاخيره التي يخوضها ترامب مع تركيا معركه الليره كما تسمى تاتي في هذا السياق. سياق السيطره على العالم قبل ان يفلت. والصراع القادم في الغالب الصراع القادم هو صراع كتل دوليا لا صراع دول عندما يستقر الأمر يعني في النظام الدولي الجديد ستكون هناك أكثر من كتلة وحيكون صراع كتل وعلى كل أمة من الأمم الصغيرة هذه اللي عندها مشاكل عليها أن تحدد موضعها ضمن أي كتلة تختارها في هذا الصراع ما عندهاش يعني مجال أنها تكون من دول عدم الانحياز الا اذا يعني ارادت ان تصبح لقمه سائغه لهذه الكتله او تلك يعني احنا اليوم خلاصه الكلام علينا ان نحدد ايضا موقفنا من صراع الكتل نحن مع من او ما الذي نتمناه في هذا الصراع على الاقل الذي يتامل مواقف النخبه اليمنيه اليوم من الصراع الامريكي التركي يدرك فعلا ان الوضع خطير وانه كرم الله فقط هو ما تبقى لنا لكي نعول عليه. النخب في الوطن العربي عموما لا تمتلك رؤيه استراتيجيه تجاه شيء. ورصيدها الاستراتيجي هو رصيد الاحقاد لا غير. اصبح اللامنطق منطق هو المنطق السائد. عدم عدم الاتساق في المواقف هو السمه البارزه في سوق النخب العربيه. يعني على سبيل المثال لا تستطيع ان تفهم لماذا يبتهج مثقف او شخص متعلم عربي يبتهج بسياسات ترامب العدوانيه تجاه دوله مثل تركيا، ما تقدرش تفهم. لماذا؟ لماذا هذه البهجه؟ لماذا هذا التشفي في تركيا؟ ما الذي فعلته تركيا بالعرب لكي يتشفى بعضهم باذيتها؟ او ما الذي ستفعله بالعرب في المستقبل اذا نجحت ونهضت سياسيا واقتصاديا واصبحت لاعبا دوليا مهما. في المنظور الاستراتيجي لو كان عندنا منظور استراتيجي ايام ما كان لي منظور على راي سعيد صالح في المنظور الاستراتيجي صعود تركيا سيخدم العرب اكثر مما يضرهم. لان ظهور قوة كبيرة في المنطقة بالتأكيد سيقلص من مساحة الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهذا مفيد لنا هذا مفيد للنيكوتين على رأي عادل إمام صعود تركيا سيعطي الكتلة الشرقية ثقلا سياسيا واقتصاديا يحد من النفوذ الأمريكي الذي أصبح فجا ومدمرا في منطقتنا هذه بعض الفوائد يعني من صعود تركيا لمن كان لديه منظور استراتيجي موقف الابتهاج بسقوط التجربة التركية لا يمكن فهمه إلا في حالات يعني إلا في سياق الحالات النفسية فقط حالات نفسية ما لهاش علاقة بمنطقة العقل لأن منطقة السياسة ومنطقة العقل مهما كنا مختلفين مع مع تركيا مهما كنا مختلفين مع توجهها لكن منطقة السياسة ومنطق العقل منطق الأيديولوجيا لا يستطيع أن يفسر هذا الموقف لا يوجد ما يبرر هذا الحقد عند بعض العرب تجاه تركيا لا في ثقافه اليسار ولا في ثقافه اليمين الليبرالي ولا في الثقافه الاسلاميه يعني اذا كنت يساري عربي فالمفروض انك في صف تركيا لانها تواجه الامبرياليه الامريكيه كما تسميها مش هذه عدوتك مش الامبرياليه هذه هي الكخه اللي انت طول السنه بتلعنها طيب اهي آه تركيا بتواجهها المفروض تكون بجوارها وإذا كنت ديمقراطيا فالمفروض أنك تبتهج بخروج تركيا من عالم الدكتاتورية العسكرية إلى عالم الديمقراطية والتنمية لأن الليبرالية هي هكذا وإذا كنت إسلاميا فينبغي أن تبتهج بالنموذج التركي لأنه بلد كبير بلد إسلامي كبير مثل تركيا عاد إلى الحضير الحضيرة الإسلامية واصبح لاعب كبير لصالح قضايا المسلمين وانتم شفتوا موقف الحكومه التركيه من قضايا المسلمين في شرق اسيا وفي كل مكان مناصرين لهم اينما ذهبوا مستقبلين كذا مليون سوري يعني باي حسبه حسبتها سواء كنت يساري ولا ليبرالي ديمقراطي ولا اسلامي باي حسبه ستجد انه لا مبرر لبعض العرب ابدا في عدائهم او حقدهم على التجربه التركيه الجديده. هذا مش دفاع عن تركيا، هذا ليس دفاعا عن تركيا. مع انها تستحق الدفاع. انما هذا هذا نموذج تحليلي، التجربه التركيه نموذج تحليلي يساعدنا على كشف عيوب التفكير عند النخب العربيه. اي حادثه تجي تفضحنا. اي مشكله في العالم تحدث تفضحنا احنا كعرب، تفضح تفكيرنا. هذا نموذج يكشف ان هذه النخب تفكر بأعصابها بردود أفعال عاطفية أكثر مما تفكر بعقلها. يعني كل يوم يمر يثبت لنا أن العربي كائن عاطفي عصابي في المقام الأول للأسف. وإذا ضيقنا الدائرة وتحدثنا عن النخبة اليمنيه فإن أزمة تركيا مع أمريكا تكشف عن عيوبنا نحن في اليمن بوضوح. هذه نخب ليس لديها شعور كافي بالمسؤولية. ليس لديها شعور كافي بالمسؤوليه تجاه ما تجاه ما تقول وتجاه ما تعتقد ولهذا يبدو وضعنا خطير هنا المشكله هنا المشكله مش المشكله لانه اتشفينا بتركيا مش قضيه المشكله انه نظام تفكيرنا غلط كل استجابه تحدث منا تجاه قضيه ما هي بمثابه خزعه بالمصطلحات الطبيه خزعه طبيه تكشف عن طبيعتها الخزعه هذه الحاجه البسيطه اللي يكشفوا من خلالها المرض هذه هذه يعني خزعه تكشف عن مستوى تفكيرنا، تكشف عن بنيتنا النفسيه والاخلاقيه. ولما تكون النخبه نفسها معلوله لما تكون معلوله هكذا او جزء من النخبه حتى ما نظلم الجميع. طيب كيف نتوقع ان يكون عامه الناس افضل من من, من افضل حالا؟ مشكله. مره اخرى ليست المشكله في ان تختار هذا الموقف او ذاك ضد هذه الدولة او ذاك ضد هذا النظام او ذاك ليست المشكلة هنا من حقك ان تعارض هذا النظام او ذاك هذا شان شخصي وطبيعي ومطلوب المشكلة في نظام التفكير عند النخب العربية وخاصة يعني خاصة عند النخب لان اي خلل في نظام التفكير هنا عند هذه النخب او في البنية النفسية والاخلاقية اي خلل هنا سينعكس على الروح الجمعي للامه اليمنيه كلها سيلوث الفضاء العام لما يكونوا المثقفين بهذا المستوى النفسي والاخلاقي والفكري هذا المستوى المختل هذا بيلوث الفضاء العام للمجتمع هذا خلاصه هذه خلاصه ما اردت قوله في في مشكله تركيا ولها علاقه هذه الفكره لها علاقه ب مشاكلنا في حقيقه الامر وفي تعاطينا مع مشكلاتنا الداخليه والخارجيه، نحن بحاجه الى اصلاح نظام التفكير لدينا واصلاح بنيتنا النفسيه واصلاح منظومتنا الاخلاقيه لكي تنحل مشاكلنا اليوميه ومشاكلنا السياسيه الى هنا تنتهي حلقه اليوم ارجو ان القاكم في الاسبوع القادم في امان الله.